بكم في برنامجنا الجديد رواد العرب، البرنامج الذي نسلط فيه الضوء على المبادرات العربية من الخليج للمحيط والداعمة للتطور في المجال التقني، ونستعرض قصص نجاحات لشباب عرب استفادوا منها وكيف يمكنك أن تنضم إليها. نبدأ مشوارنا مع مؤسسة قطر، وسوف نتناول على عدة حلقات مبادرات أطلقتها المؤسسة للشباب العربي. حلقة اليوم عن برنامج نجوم العلوم، وهو عبارة عن مسابقة تلفزيونية تنطلق في سبتمبر من كل عام، يتنافس بها الشباب العربي باختراعاتهم للفوز بجوائز مادية مجموعها 600,000 دولار، بالإضافة لدعم علمي وبحثي. وتشمل الاختراعات كافة مجالات العلوم من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنية الذكية إلى العلوم الطبية، وصولاً إلى المجالات الهندسية المختلفة. المسابقة التلفزيونية نجوم العلوم ألهمت المبدعين والمبتكرين العرب منذ انطلاق موسمها الأول عام 2008 وحتى يومنا هذا. ويعتبر البرنامج من أهم المنصات التي يتنافس عليها المخترعون وأصحاب الأفكار من الشباب العرب. تضم شبكة خريجي نجوم العلوم 131 مبتكراً من 18 دولة عربية مختلفة، وتمكنت من جمع أكثر من 14 مليون دولار أمريكي من الإيرادات والمنح والتمويل الجماعي. كما استطاع خريجو نجوم العلوم إنشاء شركات ووفروا فرص عمل في جميع أنحاء المنطقة، وأقاموا ببناء المدارس وساعدوا في بث روح الابتكار في جيل كامل. وقد تمكن خريجو البرنامج من الفوز بعشرات الجوائز الدولية وبراءات الاختراع التي غيرت حياة المشتركين وجعلتهم على قائمة المشاهير المبتكرين. لكن كيف يعمل البرنامج؟ خلال فترة 10 أسابيع تقوم لجنة التحكيم المؤلفة من خبراء بدراسة الأفكار المقدمة وتقييمها. يتم تحديد التصنيفات من خلال مزيج من مداولات هيئة التحكيم والتصويت المفتوح عبر الإنترنت للجمهور في جميع أنحاء العالم العربي. يتسابق أصحاب المشاريع للتأهل إلى كل مرحلة من البرنامج، إلى أن يتبقى 4 مشتركين للمنافسة في العرض النهائي. يحصل صاحب المركز الرابع على مبلغ 50,000 دولار، والثالث يحصل على 100,000 دولار، والثاني على 150,000 دولار. أما الفائز الأول والحائز على اللقب يحصل على مبلغ 300,000 دولار. يخوض الفائزون بعدها رحلة البحث عن التمويل الكافي لتطوير الابتكار وإطلاقه كمنتج تجاري. وهنا يأتي التحدي الأكبر الذي يضاف إلى التحديات العملية والتقنية والهندسية، لأن العثور على التمويل للمشروع الابتكاري يختلف تماماً عن تمويل المشاريع التقليدية. ونفس الموضوع ينطبق على طرق أبواب المصانع للوصول إلى المصنع الذي سيتبنى تنفيذ المنتج المبتكر. على مدار 12 موسم تحققت نجاحات عديدة، فتمكن الطبيب المغربي يوسف العزوزي من الفوز بالمركز الأول في الموسم 11 من خلال دعامة لتعديل تدفق الدم تساهم في تحسين كفاءة توزيع الدم بأسلوب فعال من حيث التكلفة، ويساعد في تجنب الإصابة بقصور القلب. ومن قصص النجاح المبهرة قصة المخترع الفلسطيني أحمد الرمحي، الذي اخترع لوحاً تعليمياً تفاعلياً ذكياً يتميز عن الألواح التقليدية بالفاعلية وقلة التكلفة. أسس أحمد شركة أكسسوريز في فلسطين والمتخصصة في الأبحاث وتطوير المنتجات، وقد حاز ابتكاره على براءة اختراع في 7 دول، وحصل على جوائز عديدة في فلسطين والأردن، واعتبر من بين أفضل 10 مشاريع في القمة العالمية لمبادرات الأعمال في ماليزيا. أحمد نبيل شاب آخر سطع نجمه خلال وبعد تجربة نجوم العلوم، ابتكر طريقة لتنظيف عدسة منظار دون الحاجة لإخراجه من جسم المريض أثناء الجراحة، الأمر الذي يقلل من خطر العدوى ويقلل أيضا وقت الجراحة المهدر بسبب التنظيف اليدوي للأدوات. أحمد الغازي صاحب ابتكار قوم، قصة نجاح أخرى وصلت للعالمية. أحمد قام بابتكار جهاز مشي آلي وأداة مساعدة على الوقوف مصممة لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ولدى شركته حالياً 3 براءات اختراع قيد الدراسة. وصل برنامج نجوم العلوم لموسمه 12، والذي يبدأ بثه في شهر سبتمبر من هذا العام. ويمكن مشاهدة حلقات البرنامج على قناة نجوم العلوم في يوتيوب، وزيارة موقع البرنامج starsofscience.com لمعرفة أوقات البث والقنوات التلفزيونية الناقلة. وإذا كنت تملك فكرة ابتكار وترغب بالمشاركة وعمرك بين 18 و35 سنة، لا تتردد وثق بقدراتك، وقم بالتقدم للبرنامج في موسمه 13 عبر زيارة رابط موقع نجوم العلوم الذي وضعناه أسفل الفيديو. الموعد
النهائي للتقديم هو 31 ديسمبر 2020. شارك الحلقة مع أصدقائك لتعم الفائدة. تركنا لكم رابط موقع نجوم العلوم أسفل الفيديو. شكرا للمتابعة، وانتظرونا في الحلقة القادمة من رواد العرب، حيث نكمل تغطيتنا لمبادرات أخرى لمؤسسة قطر. وإذا كنت تود تغطية مبادرات لمؤسسات في بلدك، قم بالتواصل معنا عبر البريد الإلكتروني. شكرا لمتابعة رواد العرب على رقم تي في. إلى اللقاء.